بسم الله وكفى صلاة والسلام على المصطفى. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له يا ربي خصاص له شيطانا. تصور هالإنسان هذايا أو الجنة هذايا ربي خصصه شيطان يتفاهموا بعضهم اللي يعني كومبليسيتي انتر لي دو باش يزيد ربي يلعنهم ويزيد شر بالهم ويزيد يعميهم ويصميهم. هذا مسألة اختيارية أن تكون لك شيطان، أن يكون لك شيطان أو شياطين. قد قلت أن تكون لكم شياطين أو لك شياطين، مش حاجة سهلة. كلمة أو مجموعة من الكلمات والألفاظ تدل على سوء طلع الإنسان اللي من بعد عن ذكر الرحمن ولم يهتم بهذه الفكرة الأصيلة، فكرة الأم. الوجود الله ليس فيه شك، وقلنا الشك لا يتطرق لكل شيء إلا لوجود الله ووحدانيته وألوهيته واختصاصه الوحيد الإكسكلوزيف للخلق، لا خالق خالق معه. لذلك أي تشريع حقيقي يجب اتباعه هو تشريع المولى، لا تشريع الإنسان أو الجان أو كليهما. نعود إن شاء الرحمن.